كراسة، أوضان، صالونات، سفرة، شيزلونات، مراجيح، خيزران طبيعي تساوي بالماء، بس ينشف ياخذ الشكل اللي هو نحن بدنا اياه. الخيزران كل ما غسلته بالماء كل ما عاش أكثر. مثل ما بدي الزريعة بس نشفه من الماء بصير يكسر. صالون بياخذ معنا جمعة، في صالون بياخذ معنا 15 يوم، في صالون بياخذ شهر حسب الشغل اللي فيه والكمية اللي فيها، الحرف هذه كلها ما بقى موجودة. فكل شيء بيجي خالص من برا، ما بقى في شيء له. هذا الخيزران بقلبه مي، لما بقلبه مي كان طق الله. هذا اللي لسه فيه وهذا القش الطبيعي. ها الحلو فيه انه بيعيش بعكس الخشب، اذا انكسر طق خلص للفتره الطويله، مريح اكثر من البلاستيك واكثر من الخشب. الخشب ما في نفس طعم، اما هذا كله مخرق ببعضه. يعني اذا غسلت المي بتشوف المي عم تنزل.